انطلقت منافسات الدوري الممتاز بعد توقف طويل، ونشكر شركة الأضواء للإنتاج الفني والخدمات الإعلامية على تعاونها معنا، ونتمنى لهم كل التوفيق في نقل الدوري اللي شهد اليوم 5 مباريات. الديوانية هزم النجف بهدف، المينا تعادل مع الحدود، نفط الوسط فاز على السماوة بالخمسة، القوى الجوية فاز على الكهرباء بهدف، أما قمة الافتتاح بين الشرطة وزوراء فتابع معاد خلوف. محمد صالح القادم الجديد من بأجمل صورة تزين ملعب الشعب ولو بغياب الجمهور، برشفة ماء بكمامة احترازية دارت عجلة الدوري بعد توقف وتأجيل، بمن حضر لعب الزوراء وهدد مرمى القيثارة بأكثر من مناسبة، وبدا أن السبق سيكون أبيضا، ولو أنه بعكس التيار كان لأمجد عطوان رفقة الأخضر المضيف رأي في خطف سبق قمة الافتتاح. خطيرة خطيرة جول خطيرة جول القيثارة رجحت كفة الزوراء في الإحصائيات قبل المواجهة، والنية سارت نحو هدف عودة لسيناريو الأحداث، وفي غفلة دفاعية كان للمجتهد كل النصيب بلمسة محمد صالح حضر التعديل. محمد الله يا ولد يا نورس النوارس. باسم قاسم راقب الأحداث التي هدأت وتيرتها بعد التعديل في سيناريو بدأ أنه مرض لكل طرف في المواجهة التي راقبها رأس الهرم الرياضي. نعم، زان شكل الكرة العراقية مع عدنان درجال، والانتظار أن يصنع معها كاتانيتش مزيدا من أفراح كاد أن يخطفها في لقاء اليوم الشرطة بثلاثية بداية هامة لولا إضاعة علاء مهاوي لما لا يضيع. الله هاوي 20 تعادلا سبق لقاء اليوم بين الكبيرين، وما نفعت مطالبة ركلة الجزاء الخضراء آمال أبناء عبد الغني شهد من من النفس بقادم أجمل وبمستوى أفضل رفقة كل أندية الكرة العراقية. معاذ خلوف، صاد الملاعب. حبايب بالواحد واحد دكتور، يعني مباراة تعرف انت شيء مباراة يعني الشرطة والزوراء هم اثنين قمة يعني بالنسبة للكرة العراقية، إضافة للقوة الجوية والطلبة يجي بعدهم، يعني تكون على طول هي منافسة، حتى لو يكون مثلا الشرط الآن الشرطة أكثر لاعبين منتخب وطني معهم، الزوراء أقل طبعا، لكن تبقى المنافسة على طول موجودة، وبأي لحظة بأي فريق يسجل يعني شوف هذا الهدف سجله أمجد جميل جدا حقيقة، وتقدم الشرطة بهذا الوضع، لكن الزوراء رجع مرة ثانية وقدر أن يسجل هدف التعادل، وكان يمكن أن تكون نتائج أكثر يعني أكثر أهداف، لكن ضيعت فرص كثيرة جدا. يعني تعادل عادل؟ أنا بالنسبة لي عادل. بالنسبة لك مصطفى، على مجريات المباراة بصراحة عدلي، حتى الهدف سجله أمجد عطوان بعد 6 دقائق الزوراء، الفرصة تعيد علاء مهاوي بالشوط الثاني بداية 67 بعدها في فرصة كمان للزوراء، بس لم ترتقى لأول مباراة. أنا توقعت الشرطة يكون أقوى. مش إنه بس لعيب المنتخب، إنه أجهز لعبان بطولة آسيا، بس اليوم معلومة كتير قوية حكوها بالمباراة أستاذنا الدكتور جمال، أكثر مدرب في العراق فايز في الدوري 3 مرات،